يعني زي دلوقتي خالص خالص خالص. يعني مثلا فاكر اول رقم خدته كام ولا اول رقم 3 مليم مثلا؟ تتخيل؟ انا هقول لك حاجه والله. انا مره كان الواحد عنده استحياء لوحده. انا مره كنت الزمالك الاولمبي ولعبنا الزمالك الاولمبي وخلصنا الماتش وكنت في المدرسه انا ومحمود الخواجه وغانم سلطان. بس انا عشان كنت خرجت فبتعاقب لازم ابات في المدرسه. هم هيباتوا هيروحوا تاني يوم المدرسه الصبح، فانا العقاب ليا لازم ابات يوم الحد ده في المدرسه. كويس. فالمهم خرجت وكسبانين والله العظيم يا ابراهيم ما معايا ولا مليم خالص ولا مليم. سيبك بقى يقول لك انا ركبت مش سيبك ده في يعني في البدايه، ودي كان حاجه برضه كان بتديني القوه يعني بتخليني ان انا عندي الاصرار. مشيت من اول نادي الزمالك لغايه الاستاد لوحدي وهي معاكش فلوس. والله العظيم كنت في سنه اولى ثانوي وثانيه ثانوي، كنت في ثانيه ثانوي من اول نادي الزمالك لغايه لوحدي. انا مش سيبك بقى ان انا امشي مش مشكله، بس لوحدي وانا يعني واحد مثلا 17 سنه والمواصل ما كانتش زحمه كده ومفيش مواصلات زي دلوقتي ومفيش اضاءه زي دلوقتي، مفيش ولا اي حاجه خالص. الحياه غير دلوقتي خالص خالص. انت عايش دلوقتي صح. انت عايش دلوقتي يعني احنا عايشين يعني في جنه بالنسبه اللي احنا السنين اللي فاتت طبعا اللي طبعا صح. اللي احنا كنا فيها. ومشيت والحته بقى اللي احنا بنخاف منها من اول شارع صلاح سالم لغايه الداخليه. كان هناك بقى الحته دي صعب جدا 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 يعني. خدتها جري بقى من اول الشارع لغايه المدرسه. ده عشان العقاب. لكن ما تفتكرش انت اول رقم خدته كام؟ لا افتكر طبعا كي. افتكر كل حاجه يعني. طب كام؟ اول رقم خدته الله يرحمه المستشار توفيق الخشن اداني اول رقم وانا كنت تحت 15 سنه بلعب في مدرسه الكوره، اداني 5 سعر. اداني شيلن شيلن اللي هو الفضل شيلن شيلن. ده اول رقم خدته. شيلن ده كان بيجيب حاجه وقتها ولا كان شيلن؟ كان يجيب بركب اتوبيس مثلا بارساغ بروح وارجع ادي قرشين اكل مثلا تاكل كمان اكل اجيب سندوتش فول من عند كان عند ابو ظريفه في عند النادي في ميت مشهور مشهور لحد موجود لحد النهارده ابو ظريفه دلوقتي بروح اجيب من عنده اروح اشرب عدس من عنده. الحياه كانت جميله. لكن بعد كده بقى الدنيا اتغيرت. علي خليل علي خليل علي خليل من اللعيبه كلاعب جدا 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 وما خدش حقه على فكره. ما خدش حقه ليه؟ وانا على فكره في لعيبه في الاجيال دي دلوقتي لعيبه كويسه جدا مش عارفه تاخد حقها.